الحمد لله دخلنا بدون أي تعقيد، طق طق سريع سريع. هذا هو المطار، بسيط وحليو. صدي بيرفكتو، اللي ما انكسرت عنده هذه لحمها بحديدة ما عاش حياته. ميزة هافانا وكوبا ان اسلوب حياتك يتغير الى التعب. الحين جالسين ندور، ما في جوجل ماب، جوجل ماب لا انس حبيبي، خرائط ما فيه، على الوصف يمشي. يا طول الاسطوره. اولا بونس دياس، كما استا بيين تودو بيان لكانسارتي. هذا الكافي الكوبي إتو نهضته وسياراته ومعداته وكل شيء فيه توقف على وقت معين في نهاية الستينات أو بداية السبعينات، توقف عليه. اللي تشوفه الحين، والله أنا ما أصلح لي خبز هنا، مسح أمسح لي خبز. قلت حبيبي ما معك إلا بي يابسة، الله يديم النعمة، لها يومين الحين ممنوع عندنا. أبد كأنك في قصر الملك فاروق، مم عجوزي أقولها التلفزيون وضاد وكافة التلفزيون ممنوع عندنا مشاكل. المهم جابت لي هذا. هذا وقفت تيو بس مترجم قرآن باللغة الإسبانية. Do you like it? Yes. Sí, me gusta mucho. صبحكم الله بالخير، خليني أقفل. طبعا اكثر السواح هنا في كوبا. هذا هوتل فلوريدا، فندق فلوريدا من 1885 هو نفسه، ما تغير فيه شيء، فهمت؟ هذا هو، شوف ولا زالت الناس ساكنه فيه. ان شاء الله اني بنزل عنها فيديو كامل في اليوتيوب اذا رجعنا باذن الله. نركب السياره هذه ناخذنا فرع على هافانا. هذه سيارات كلاسيكيه، كل العالم تجي هنا تاخذ. مديلها 52. وهذا هو بيت تشي جيفارا. جيفارا الارجنتيني، الدكتور، المحارب. الفيلم الاخير فاست اند فيريوس صوروا منها اجزاء هنا، يقول استاجروا سيارات كلاسيكيه زي هذه قديمه. تشوفون المعاناه، انا ومحمد ندور الطحين، تقول ان ندور مخدرات ما لقينا شيء. بونس دياس، ابشري بالطحين والخبز العلوم الزينه. سنيورا رينا برا بربا. نروح نصلي صلاه الجمعه في المسجد الشهير والاول اللي يقيم قبل سنتين بفضل الله سبحانه وتعالى ومن فضل السفاره السعوديه. صراحه شيء جميل، يعني البلد لا يستورد ولا يصدر، عليه حصار له 70 سنه من 59 ميلادي والبلد عليه حصار، ولكن لا يوجد اي حصار على وجه الكره الارضيه يمنع السعوديه من خدمه الاسلام والمسلمين. تعال خلينا نشوف. رحبوا معي بسعادة السفير فيصل المنديل، مساك الله بالخير وبدر. شلونك؟ طيب اول شيء اشكرك شخصيا واشكر القائمين في السفارة على الجهود اللي تسوونها. ممكن تعطينا نبدأ؟ كما هو معروف كوبا بلد اشتراكي شيوعي، بعد افتتاح السفارة في عام 2011 صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بإنشاء مركز إسلامي في هافانا. تم التواصل مع الحكومة الكوبية. تقول إن السعودية علت عن كل قاع وبيت، رفعها الله بالدين الحنيف وحكمة زحولة. هم عربي يحبونهم، يحبون العرب. مالك وسلام، سلام عليكم، مالك وسلام. وان لوف. Yes, one love. One love. هذا خبز مجفف بسكر، فطيرة يعني. السيارات الكلاسيكية في الساحة هذه، طب واختر في اللي يعجبك. أبد كأنك في القرن الماضي. البلد هذا كل ما يتغير فالحقوا عليه، عشان كذا صورنا وكثرنا عشان تستمتعون.